وحمانتا مقالدا أورباغيس كسو قبقبابي شركي بيش نالي أحمد وسيدة دي بيش سيدات كفرماي مقالدا سي أورباغيس هذا شركنا يا وحا كسب هاي شان قضبو اي كميدا هايين يعني كدقن كشرع عادة دين تا إسلام كا يعني انتا اي حوشين تا نبت قليدا اي ميدوغ بيش نالي أحمد قد يدى قبل كالسناق يسيدي لو وجهي لها بيستك لنا بيشن علي أحمد يا وحاي شاكتين قودهان أي مدين دونتو سكذا بيشو أي بحسوه يدونا مركز اللسين دونا ضدك دايرتا بيشن علي أحمد يا وحاي قيستك لشاكتي إن أي تلدى من نمذا قود إي بيشن علي أحمد أي كمي ذي سيدي مامل كإسا سي خاتم الله رشقين لها قربنا نقول قل لها بيشو رأي كمي تهي مامل كإسا سي خاتمو كيستا كلانا بيشو أي سنقون سنين عيد كستو الله شقين إيسا مامل كهرقيسا سمالي لان هدبا قضبادي كسو بحي شركة بيشن علي أحمد أي وحا ورباهن تلو داقي أفيانك بيشها سي وحا شلوية لك فرمي سيدة دوكتين مجالة عربوه غيس بيروين تنالي أحمد سيدي بيشي سيديات لباكن لباطن يافر كاسو أكمد أي كتشنين أيه هو دقاركا شركة وحوة أجنتي سوها قضبادة سوصودا لامبر وان الله باري لامبر تو أتكين تمدني مدن على أحمد لامبر تري ثلاثة جبل كسناك كارهان عيرك جاو لامبر فور تيجانكا لامبر فايف أريمه برشدة كدي مركي أيس سوى نوقة دولين قديك فرصة مدا إلا جا حولي وحجرت كيرجوين كمتري بيش على أحمد وحلا إسلاق عطي كأمد الصوص على لامبر ون بيش وح إسلاق على تنال أحمد خدقك شريعة الإسلام ك مربا وحي سورة قلعة فلنتيدا سيدا سكادا أولا مدهيو لمبر تو فوچينتا يا أتكينتا من نبدا نالي أحمد سيدا أتكينتا نبدا قلعة إيا دفاع دقالها الرماها بلشادا إيا سياسة دا لمبر تري نالي أحمد وحو كتر سيحي سياسة دهان مامل كأساسي خاتم عدي آمن سن أما كش غيسا سياسة سومالي لان كومن متشو بيشن علي أحمد وحالا إسلاق عطي سمين تقودي كاكو بان سديري لاتان حبنود او دل إيا ديويد باه وحالا إسلاق عطي الرماها قبل كسناق كارهان عيري قابو إن لقوة جهو نبض إيا ولا هذا لامبر سيس نالي أحمد وحو قوان صدي أيلاشا دود عرالي iyo nawaaxigiisa inaan la deegaameen karin iyadoo lagu saleynayo heshiiskii 1993 ay beele halka degaa wada gaareen ee ilaalinta deegaanka in deegaanka laga ilaaliyo wax kasto wax yeeli kara sida dhuxusha goynta dhirta xakamaynta boholaha iyo wixii la mid ah in la dhowro duurjoogta oo aan la laynin لمبر سديد هورمارينتا iyo arrimaha bulshada in la hormariyo caafimaadka waxbarashada biyaha beeraha jidadka iyo wixii la mid ah bi waxa ka mamnuuca dhamaan deegaanka naalay ahmed maandooriyaha sida khamriga xashiishada iyo wixii la mid ah